الدولة الجزائرية، لأن المواطن هو واجب على المواطن، أو الحق على المواطن الجزائري في برجبجي مختار وفي تيمياوي باش يكون عنده الماء، باش يكون عنده كل المرافق العامة أيضا. وحنايا بمناسبة رمضان الكريم هذه ما هي إلا إعانات خاصة بمناسبة رمضان الكريم، نتمنى لكم دوزوا بالصحة ولهنا إن شاء الله. المشكل تاع الجذب هو مشكل وطني، مشكل وطني راكم تعرفوا، ماهوش مشكل وطني أيضا، مشكل عالمي. كنشوفوا في راكم تعرفوا في الجيران تاعنا، إما في الجنوب ولا في الشمال ولا في الغرب ولا في كاملين، الناس راهي تعيش في الجذب هذايا. إن شاء الله حنا رانا نعملوا باش تستفادوا من الشعير، تستفادوا من العلف ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله. رانا في اتصال دائم مع المصالح المختصه تاع الشعير وتاع العلف، باذن الله ان شاء الله في الايام المقبله تكون فيها خير ان شاء الله. حاجه ماسه بهذا ان شاء الله. حنايا اللي جبنا اليوم كان بعض المواد الغذائيه، بعض الاغطيه، كاين خيم ان شاء الله راح توصل لكم ايضا ان شاء الله. خيم راح ثاني طلبت باش نزيدو نجيبو، ممكن نمولوكم بهذيك الصهاريج تاع البلاستيك هذو تاع القربه الكبيره هذيك، القربه حاجه ماسه ان شاء الله يكون عندكم قرب. راح نديروا ميزانيه خاصه باش نشروا لكم القرب. راح الناس اللي عندهم الخيم راهيش مليحه، راح نطلقكم ان شاء الله خيم. هذا هو قضيه الجذب، ربي طال الجذب وان شاء الله ندعيو الجذب هذايا ماهوش خاص بينا، على بالنا باش خاص ماهوش خاص بينا، راهو قلت لك راهو على الجهه الدوله، رانا شايفين وحنا رانا لهنا باش نشوف لكم. هذه مبادرة نقولها لك من تقريبا، انا ما شفت مبادرة تقريبا. الله يسلمك، الله يسلمك وان شاء الله. وهذه ماهيش الاخرى ان شاء الله، ودائما احنا نبقاو في اتصال ان شاء الله. قضية الصحة، قضية الصحة ان شاء الله، والبيطري ان شاء الله تكون قافلة فيها البيطري وفيها الطبيب ان شاء الله باش تفوت عليكم. اللي الطبيب يشوف العباد والبيطري يشوف الحيوانات ان شاء الله، باذن الله بتكون القافله بتوصل ان شاء الله. نشكركم على الله يسلمك.